نفذ عناصر حزب الإسلام المعارض في الصومال حكم الإعدام علنا في رجلين أمام مئات الأشخاص في محيط مقديشيو. ويعتقد أن رجال دين مدعومين من الحركات الإسلامية المعارضة في الصومال وراء تنفيذ العديد من عمليات الإعدام وبتر الأطراف في الصومال على مدى الأشهر الماضية. هذه قرية أفاجوي جنوب غرب مقديشيو، قرية تخضع لسيطرة حزب الإسلام المعارض. وهذا الحشد من سكان القرية تم استدعاؤه لحضور ما يسمى هنا بمحاكمة إسلامية، كما الحال في المناطق التي تغيب عنها سيادة الدولة وسلطة القانون في أرجاء الصومال. الحكم الأول كان جلد تلك الفتاة التي يعتقد أنها في 18 من عمرها 100 جلدة لمزاعم عن علاقة جنسية برجل متزوج. والحكم الثاني هو قتل الرجل المتزوج عن طريق الرجم بالحجارة حتى الموت، وهو حكم أفلتت منه الفتاة لأنها غير متزوجة بحسب المحكمة. أما الحكم الثالث فهو قتل هذا الرجل بالرصاص لإدانته بطعن رجل الشهر الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها عناصر حزب الإسلام إعدامات كهذه، إذ درجت العادة على أن ينفذ حلفاؤهم في حركة الشباب أحكام الإعدام والرجم، وتسيطر حركة الشباب والقوى الإسلامية المتحالفة معها على معظم مناطق جنوبي الصومال بما فيها أجزاء كبيرة من العاصمة مقديشيو. أشرف ناجي، بي بي سي.